أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أقسام الإرجاء؟ المرجئة أقسام، منهم من يقول الإيمان قول فقط كالكرامية، قول باللسان فقط كالكرامية، ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالقلب فقط وهم الأشاعرة، ومنهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يعتقد كما هو قول الجهمية، وهذا أخبث قول في الإرجاء. ومنهم من يقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعل العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء اللي هم الحنفية. هذه أقسام الإرجاء. نعم.